أستاذ أحمد سيف إسلام حماد، المحامي والناشط السياسي وعضو نقابة لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، علمت شبكة التلقين اليوم أنه صدر أمر بالقبض على كل من، هتقول لنا أسماء عشان أنا عايز أسمع منك. هو الحقيقة كان صدر النهاردة أمر ضبط وإحضار بالنيابة العسكرية بضبط الإسف والبتير والقس المشلوح اللي هو اسمه الكاهني قبل ما يتجرد من الرهبنة استفانيوس اللي هو اسمه صبري باسمه العادي يعني. صدر النهاردة الضبط وأمر بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في أحداث إمبابة أحداث مزبيرو. يعني إيه المواد اللي أدت إلى ضبط وإحضار هؤلاء؟ والله يعني ايه، انا حضرتك قدمت بلاغي ضد القصي في البتير والاستاذ نجيب جبرائيل والاستاذ مايكل منير والقص المشلوح وقص تاني انا مش عارف اسمه، علاوه على بعض المسؤولين بقناه الحقيقه المسيحيه. اتهمتهم ان هم يعني قاموا باعمال اثاره فتنه طائفيه ومحاوله جر البلاد لحرب اهليه عن طريق التغرير ببعض الشباب المصريين لاقتحام مبنى مزبيرو ومقاتلة قوة التأمين الموجودة في مزبيرو بغرض جار البلاد حرب أهلية سيف زاز المسلمين، والحمد لله ما نجحش، بغرض يعني ايه وضع الموقف او اصطناع موقف يكون دموي يبرر طلب الحماية الدولية اللي هو دايما الأستاذ نجيب جبرائيل عمال يطالب بالحماية الدولية. طب هل يعني انت البلاغ مؤدي فيه مستندات؟ هل من يعني بمعنى اصح، هل كل من يقدم بلاغ ضد مواطن يقوم المجلس او يقوم النيابه تقوم النيابه باحضاره ضبطه واحضاره؟ الحقيقه انا كان في شواهد قبل عمليه مزبيرو ان شايف في شيء مش طبيعي يعني بعض الانشطه من البعض، فبديت اجمع فيديوهات، بديت اجمع مقالات، في لقاءات، فيديوهات جمعتها لغاية لما قدمت البلاغ. كمثال انا قدمت ادلة قوية جدا وللنيابة العسكرية من فيديوهات للقاءات خاصة المقالات لحاجات تانية يعني، حتى في حاجات يعني الصديق بالاتفاق معه يجيبها لي من سويسرا. طب هو الاتهامات هو او الطلب الاحضار طلب يعني كطلب حضور سماع؟ لا، ضبط، طلب ضبط وإحضار يعني ده يعني ضبط وإحضار، ضبط وإحضار تفرق خالص عن طلب سماع، ضبط وإحضار. الصدر النهار يعني إذن ده في قرار اتهام بقى ولا إيه؟ والله حقيقي يعني عشان تكون حضرتك برضو في الصورة، يعني مثلا في حاجات لسه ما جبتهاش برضو الباقي، يعني أنا كنت عامل تعاود أن أنا أجيب مستندات تانية وحاجات تانية. يعني ضبط وإحضار ده بناء على الطلب اللي أنت قدمته؟ اعتقد بنسبه كبيره ان هو كان في نيه مبيته اللي هو ده بتحضر. نيه ايه؟ لا انا بصراحه انا لما اشوف دوت الوضع اللي انا قدمته، لا في جريمه والموضوع اكبر من كده يا استاذ. انا هتكلم كلمتين كده على المتغطي. هل تعلم ان هناك مشروع لدوله انفصاليه في الاتجاه الجنوب الشرقي للبلد؟ هذا الكلام لا ليس له دليل ولا اي، عشان بس ما دخلناش في امور، خلينا في الضبط والاحضار. يا استاذ انا كلمت بعض المسؤولين واني خلال ايام قليله هقدم مستنداتي بالكلام دوت. طب احنا خلينا بس في موضوع الضبط والاحضار، ولما تقدم حاجه تانية ومستنداتك لما نتكلم ان شاء الله. ان شاء الله هو صدر قرار النهارده بضبط واحضار. تحت رقم ولا تحت ايه؟ ما لا ما بقاش رقم، ده في تحقيق بيتم وبيصدر يعني ممكن يبعت لي المتهم مره اتنين ما جاش، طب مش هتيجي عشان تواجه الاتهام تقول اقوالك، خلاص هاته ايه مقبوض عليه. النيابه العسكريه البلدي كده. النيابه العسكريه ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. شكرا.